تفضلي. اهلا وسهلا. فوتي لميس. تمام. رح نحط الأغراض ونطلع، ما هيك؟ لا، هدول أغراض الغداء، أنا وأنتي رح نطبخ وناكل هون. بس على أساسنا نتغدى برا؟ مزبوط. مو أنتي عزمتيني؟ معناها أنتي بتطبخي وأنا باكل. تمام، بس ما في داعي، برأيي بنطلع نتغدى برا أحسن ما نقعد نطبخ هون. معقول لميس؟ يعني الأكل اللي رح تطبخيه أنتي أطيب بمليون مرة من الأكل اللي رح ناكله بأي مطعم. هيك الموضوع، مشان ما تخليني أدفع مصاري، مو هيك؟ لا يا روحي، مو هيك أبدا، بس متأكد أنك بتطبخي أحسن من أشطر شيف. وبعدين نحن برا ما فينا نتحكم بالموسيقى. إيه بس ما كان في داعي لكل هاد. تمام، بعدين على الأقل هون منقدر نحكي براحتنا. أنت ليش عملت كل هالشي؟ الموسيقى؟ بتحبي أنه غير لك إياها؟ لا، بس ما كان في داعي تعب حالك مشان ما تخليني أدفع الحساب. أنت كتير لطيف وكتير مزوق، شكراً، بس ما كان في داعي. أصلاً عذبت حالك على الفاضي. كيف يعني؟ ما فهمت. نحن منعتمد على اللحمة المفرومة لأنها كتار بالبيت، بس بصراحة أنا ما بعرف أطبخ هذا النوع من اللحمة. تمام، أنا بعرف شو الحل. لا إياه. أنتي بتحضري السلطة وأنا بعمل اللحمة، اتفقنا؟ أوكي، بس أنا رح أعمل سلطة عادية، يعني سلطة بسيطة مع حمض وبصل وبندورة وزيت، هدول المواد اللي فيها وبس. يكون بعلمك ما بعرف حضر سلطتكم. عفوا شو؟ مو في هيك أنواع سلطة للرجيم وسلطة موسمية وشو بيعرفني؟ ما بعرف أعملهم هدول، أنا رح أعمل سلطة خضرة عادية. طيب ماشي، اتفقنا. معناها أنت اعملي السلطة العادية وأنا رح أعمل السلطة تبعنا. تمام، اتفقنا. شفتي كيف منيح ما طلعنا؟ يعني لو طلعنا كيف كنا رح نتعرف على سلطتك العادية؟ كمان لو طلعنا كانوا حطولنا غير هي الموسيقى. موسيقى ما بتخلينا نكتئب مثل هي اللي حاططها. لك ايه شبك؟ اللي حاططها كتير بتكئب. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.